علاوي سافر وعاف بيته فارغ وخبر جيرانه يديرون بالهم على البيت. لما سافر علاوي اتصلوا بي جيرانه وقالوا له بيتك مباق وحتى الدي في ار انخبط. كلش حزن علاوي ونسى انه ما فعل خدمة امان كاميرا. ورا ما تذكر اشتراكه بخدمته بامان كاميرا فتح التطبيق وطلع التسجيل وسلمه للشرطة وانكمشت العصابة وعلاوي كمل سفرته والضحكة رجعت بوجهه. الاشتراك بخدمة امان كاميرا يرجى زيارة الموقع او الاتصال على الرقم